انا كنظن سميتو المغرب ما غاديش يخلي هاد سميتو هاد الواقعه توقع هنا في البلاد عندنا. لهذا كنطلبوا من الشباب او السلطات يديروا مجهودات ديالهم باش هاد داعش ما تخلقش لنا مشاكل في بلادنا المغرب. المغرب عنده الحصار مزيان وعنده الامن الحمد لله، كل شيء موفر. هما تيبانو تيزلوا عليهم زعما حتى حاجه الحمد لله ما تتقاش المغرب. الا بانوا في شي بلاصه ولا شي حاجه دغيا تيقضيو عليهم. اما بحال ماشي بحال البلدان الاخرين اللي انتشر فيهم داكشي بزاف ولا. اما هنا في المغرب الحمد لله حتى حاجه ما تتقاش الشعب. انا كنثق في الدوله المغربيه، عندها زعما وزاره الداخليه قويه بزاف، وما تنظنش لان قبل سابقا كانوا شي محاولات ارهابيه ما وابوا بالفشل، وما تنظنش هاد المنظمه داعش تقدر توصل للمغرب او تقدر دير شي حاجه، لان تبارك الله عندنا المخابرات مجهده بزاف في المغرب. ما كاينش واحد كيبغي يدير شي حاجه، راه ما كيقولكش راه غندير، كيجي شي يضرب النيشان، ما كيجيش غيقول لك انا قصدت شي بلاصه، الا قصدت شي بلاصه غيكونوا احتياطات ويقولوا شحال من حاجه. فهمتي هذا هو البروبليم. حنا في حلقه في المغرب ما فيهش الداعش هذا. الداعش هذا نسمعوا به غادي في الخارج. في البلدان المشرق ولا كما سوريا وكما العراق، ويقولوا كاين في ليبيا في الاخير هذا. في المغرب ما فيش. طون كيوصل لدول واحدة اخرين اللي كانت متقدمه داكشي خدا وصلنا حتى حنايا، ولكن بيان سور كنت حنا الاحتياطات ديالنا وداكشي بيان سور. لا المغرب حاضي الحدود ديالو حاضي بلادو، ما ظنيتش ما يجيوش. لا ما بالنسبه للمغرب ماشي شي دوله اللي هي ساكته ولا دوله ضعيفه، حتى هي عندها قوه ديالها عندها جيش ديالها، ما غاديش هاد التهديد ما غاديش تخلعها وما غاديش تخوفها. يعني المغرب كيبان ليا في المستوى يعني متسلح بواحد الشكل يعني راقي باش يدافع على راسه، ولو حتى الشعب المغربي الحمد لله شعب يعني عنده روح المواطنه.